في منطقة الشرق الأوسط الذي لا ينازعه أحد حيل عبقرية مكانتها وتاريخها تحقيقا لمفهوم المواطنة وهو التساوي في الحقوق والواجبات ولا تمييز بين الأشخاص والمواطنين والمرشحين بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء الفكري أو الحزبي مع احترام جميع المرشحين بعضهم لبعض دون إساءة أو مزايدة أو تجريح للآخر فكرامة الإنسان حق لا يجوز المساس بها. الترشح للانتخابات حق دستوري لكل مواطن مصري يتوافر فيه الشروط القانونية لمباشرة حقوقه السياسية التي كفلها له الدستور والشعب المصري هو صاحب السلطات التي يمنحها لمن يستحق. ثامنا الفساد من أهم أسباب سقوط مؤسسات الدولة التي تؤثر بالسلب على خدمة المواطنين ومن ثم يجب الاهتمام بالمؤسسات من جانب النقابات والأحزاب والقوى المجتمعية بجانب العمل التطوعي من المواطنين لمعالجة الخلل الواضح بسبب البيروقراطية المصرية في بعض الهيئات والمؤسسات بما يضمن للمواطنين حقهم الشامل في السكن والعدالة الاجتماعية في توزيع واستغلال الموارد وكيفية التعامل مع المجالس المحلية. تاسعا النقابات المهنية هي الشرايين الحية لأي مجتمع معاصر وهي مخازن الخبرة لكل عملية تنمية أو تحديث ويضع الاتحاد العام للنقابات المهنية بنفسه وأعضائه في خدمة المجتمع والدولة ويدعو الاتحاد السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتعامل النشط في كل ما يهم الدولة والمجتمع. عاشرا يناشد تحالف النقابات المهنية كافة القوى الوطنية والمجتمعية الشريف بالانضمام إليه فورا ودون النظر لمصالحها الحزبية الذاتية ودفاعا عن الدولة المصرية وسيادة القانون والتصدي لأعداء ثورتها الشعبية وإعلاء أرواح الشهداء التي خضبت دماؤها الزكية ربوع الوطن وفي مقدمتهم المجلس القومي للمرأة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة وكافة الكيانات والائتلافات الشبابية واتحاد العمال والفلاحين وغيرهم. وأخيرا فإننا نوصي بضرورة أخذ رأي النقابات المهنية في اختيار القيادات أو اقتراح التشريعات التي تتعلق بكل مهنة وأعضائها من أجل تنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة المستقبل وإجراء انتخابات نيابية نزيهة حرة، كما ندعو كافة المواطنين المصريين في الداخل والخارج بضرورة الاحتشاد يوم الانتخابات لممارسة واجبهم الوطني في اختيار نوابهم لأهمية المجلس النيابي القادم في صنع مستقبل مصر ووفقا لدستورها الجديد ووفقنا الله إلى ما فيه خير الوطن والشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.